مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. بدك تدرس في كندا منح دراسية؟ خليك معاي حورجيك كيف تحصل على منح دراسية. جريدة عرب كندا نيوز حطت خلال اليومين الماضيين اعلانين لمنح دراسية، واحد في جامعة ماكماستر وواحد في جامعة تورونو لطلاب البكالوريوس. طبعا بديش احكي كتير لانه بدي اترك لكم الروابط تبع عرب كندا نيوز، ومشكورين كتير على هذا الاهتمام. وطبعا هذه المنح لجميع الجنسيات مش بس للكنديين، فاذا انتم مهتمين تدرسوا بكالوريوس في كندا وعندكم المؤهلات ادخلوا على الروابط تحت، في رابطين راح احط لكم اياهم، ادخلوا على الروابط تحت واعملوا عليهم كليك، بتدخلوا على الجريده راح تقراوا شو المواصفات بالعربي او الاشياء بالعربي، بعدين بحط لكم بالجريده حاطين مشكورين الرابط تبع الجامعه وكيف تتقدم على المنح. جو اهيد جربوا مش غلط، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا وتحصلوا على المنح، ونشوفكم هون مع انه بعاد شوي عن مدينتي بس بنتشرف فيكم دائما. وسلام.